نفذت مواقع إلكترونية وأخرى متضامنة معها حملة العتمة الإلكترونية بتسويد صفحاتها استنكاراً لسياسة تقيد الحريات الإعلامية واعتبار مشروع قانون المطبوعات والنشر المعدل الذي أقرته الحكومة ورفعته إلى مجلس النواب علامة سوداء في المشهد الإعلامي، بما يستعيد إضراب الأسرى الفلسطينيين بعض حقوقهم الأساسية، لكن المؤكد أنهم باقون خلف قضبان مما يكرس مأساة الأمهات ويزيد من عذابهن ولوعتهن على فرقة الأحبة. خلونا نتابع التقرير سوا. والدة الأسير أكرم عبد الكريم زهرة المعتقل حاليا في معتقل رامون، بتوجه بالتحية لأكرم ولجميع الأسرى الأردنيين الموجودين في المعتقلات الإسرائيلية وجميع الأسرى كافة يعني، وبتوجه لحكومتنا الأردنية بالطلب والرجاء من أم أسير إلى المسؤولين الأردنيين بالنظر في وضع الأسرى الأردنيين، لأنهم يتعرضوا إلى التنكيل والتعذيب خاصة في معتقل رامون منذ أكثر من شهر، من قبل شهر رمضان إلى غاية الآن يعني يحضروا عصابات إسرائيلية خاصة من أجل التنكيل بأسرانا الأردنيين. أنا زوجي معتقل محكوم 17 عام، صار له 11 سنة حاليا بالسجن. نطالب الحكومة الإفراج عن الأسرى الأردنيين أو تأمين الزيارة لنا. سبب هذا الاعتصام هي كانت عبارة عن سلسلة بشرية، انطلقنا من عند مستشفى الجامعة الأردنية باتجاه مقر الأمم المتحدة في بجانب الجامعة، انتهينا طبعا انهينا السلسله البشريه بالمشي على الاقدام باعتصام هنا امام الامم المتحده. كانت اهم مطالبنا المطالب اللي توجهنا فيها للامم المتحده اللي هي اخراج الاسرى المعزولين من العزل، بقي تقريبا اسيرين في العزل منهم ضرار السيسي، تحسين شروط يعني الاسباب المعيشيه للاسرى في داخل السجون. الاسرى بيعيشوا حاله جدا صعبه، يعني ابسط حقوقهم غير موفرة، العلاج غير موفر لهم، أي مرض إن كان سرطان إن كان مرض كلوي مغص أي شيء هو يعالج بما يسمى أكامول اللي هو زي حبة البنادول. وبالانتقال مشاهدينا إلى الأخبار المحلية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، أعاد مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراوني النظر بالقرار الأخير والمتعلق بتعديل أسعار البنزين والسولر، وقرر المجلس تجميد العمل بالقرار. وكان جلالة الملك عبد الله الثاني قد أوعز إلى رئيس الوزراء فايز الطراوني بتجميد القرار. زارت جلالة الملكة رانيا العبد الله مركز الكرمة، أحد المشاريع التنموية التابع لمؤسسة نهر الأردن في جبل النظيف، والذي يعمل بهدف تمكين المجتمعات وخلق فرص اقتصادية للأفراد. واطلعت جلالتها على التحديثات التي أدخلت على المطبخ الإنتاجي للمركز بالتعاون مع صديقات المؤسسة، والتقت مع عدد من العاملات فيه. عبر الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد كرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الدولي عن بالغ حزنه وتأثره لوفاة المدرب المصري الشهير محمود الجوهري الذي توفي عن عمر يناهز 74 عاما، وكان المرحوم يعمل مستشارا للأمير علي ويشرف على وضع الخطط والبرامج الهادفة لدفع عجلة الكرة الأردنية إلى الأمام. انتابت أحد مرتبات الأمن العام
العامل في إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل حالة عصبية دفعته لإطلاق النار في الهواء بشكل عشوائي. وقال المركز الإعلامي الأمني في مديرية الأمن العام في بيان له أن حالة عصبية أفقدت رجل الأمن المذكور السيطرة على تصرفاته، وبدأ بإطلاق العيارات النارية بشكل عشوائي في الهواء بإحدى صالات الطعام التابعة للمركز، ولم تحدث أي إصابات. وإلى حالة الطقس خلال الأسبوع. طقس حار نسبياً حتى نهاية الأسبوع، ويطرق ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حاراً نسبياً في المناطق الجبلية وحاراً في باقي المناطق، وتكون الرياح ما بين شمالية شرقية وشمالية غربية معتدلة السرعة. وبالانتقال مشاهدينا إلى أخبار المحافظات، الشؤون الفلسطينية تدعو قانتي المخيمات للحصول على البطاقة الانتخابية. قال مدير عام الشؤون الفلسطينية المهندس محمود العقرباوي أن المخيمات جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الأردني. جرت في قصر بسمان الزاهر مراسم تقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعنيين لدى البلاط الملكي الهاشمي. ولدى وصول السفراء قصر بسمان الزاهر، عزفت الموسيقى السلام الملكي الأردني والسلام الوطني لكل من بلدانهم. كما قام السفراء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة المغفور لهم الملك الباني الحسين بن طلال والملك المؤسس عبد الله بن الحسين والملك طلال بن عبد الله طيب الله ثراهم، داعيا قانطيها للحصول على البطاقة الانتخابية للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة. الهيئة الخيرية تعقد اجتماعا يناقش أوضاع اللاجئين في مخيم الزعتري. عقد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أيمن المفلح اجتماعا مع عدد من رجال الأعمال الأردنيين وأكاديميين وممثلين عن غرف التجارة والصناعة ونقيبي المهندسين والمقاولين لبحث ومناقشة أوضاع واحتياجات مخيم الزعتري. هيئة الإعلام المرئي والمسموع تعدل نظام البث الإذاعي والتلفزيوني. قال مدير عام هيئة الإعلام المرئي والمسموع الدكتور أمجد القاضي أن التعديل على نظام البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني الذي أقره مجلس الوزراء إعادة شاملة من حيث إعادة اعتماد البرامج السياسية والإخبارية التي كانت مستثنى قبل التعديل. أكثر من 709 آلاف مواطن سجلوا للانتخابات النيابية المقبلة. بلغ العدد الإجمالي للناخبين المسجلين للانتخابات النيابية المقبلة 709,266 ناخب وناخبة من جميع أنحاء المملكة حتى الآن. وبالانتقال إلى أخبار الرياضة، البعثة الأردنية المشاركة في دورة الألعاب الرياضية العربية المدرسية 19 التي تستضيفها الكويت بمشاركة 17 دولة عربية، وتقام منافستها خلال الفترة ما بين 5 و15 من الشهر الجاري. الجوهري يدفن في مصر. أعلن اتحاد كرة القدم أن جثمان الفقيد محمود الجوهري مستشار رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم سيوارثها في جمهورية مصر العربية. وبالانتقال مشاهدينا إلى برامج قناة نورمينا خلال الأسبوع الماضي، بداية مع برنامج هنا عمان، حيث تداول الدكتور سليم الشريف موضوع ارتفاع الأسعار وناقش الأسباب والظروف بعقلانية. قرر وزير الصناعة والتجارة يوم الجمعة استناداً إلى تنسيب لجنة تسعير المشتقات النفطية الإبقاء
على الأسعار الحالية لبعض المشتقات النفطية. للحديث حول هذا الموضوع اسمحوا لي أرحب بضيوفي في الاستوديو للقطاعين سعادة نقيب المعلمين والناشط الأستاذ مصطفى الرواجد. حياك الله أستاذ مصطفى، شرفتنا أستاذ الجميل. أيضا والخبير الاقتصادي صديق برنامجنا الأستاذ حسام عايش، حياك الله. تاريخيا كان المعونات والمساعدات هي جزء من تشكيل المالي والاقتصاد الأردني، وقد استمر الحال حتى الآن، إذ أن المساعدات تعتبر أحد العناصر المهمة المشكلة للعملية الاقتصادية. هاي تتفاوت، ما هي إذا بدنا نستعرض بشكل عام تتفاوت بين سنة وأخرى، بين حقبة وأخرى. أنا بدي أعطي لا بس أنا بدي أحكي، خليني أتابع لك. ثم يعني انتقلنا